إنا لله وإنا إليه راجعون. عرسة ربنا يعافينا وإياكم، وفارع سكرات الموت، كل نفس ذائقة الموت. أي كائن ربنا سبحانه وتعالى خلقه وفيه حياة فهو نفس. إنا لله وإنا إليه راجعون، معروف عن العرسة دي أنها سريعة الحركة وتتناول، يعني هي من القوارض الضارة، بتتناول الطيور الصغيرة كالبط الصغير أو الكتاكيت وتقوم بخنقه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يهون علينا وإياكم سكرات الموت. أنا لم أكن أريد أن أرغب أو حتى أرغب في أن أنقل لكم هذا المنظر، ولكن فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين.